فنسألك بمحمد أن تقبل بالقلوب عليك فيدخل عبادك في دينك أفواجا يا الله. وكروب بلاد المسلمين ارفعها يا رب وادفعها يا رب وحول الحال إلى أحسن يا رب. أريتنا عجائب من لطفك فأرنا أضعاف ما أريتنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله وسر قلوب الصالحين بما تحدث في المسلمين يا الله يا الله. ونعم الإله إلهكم ويا ما أكرم أوقفنا وإياكم على بابه. لو نظر لواحد من ذنوبي ما أعطاني هذا المحل ولا أعطاني هذا الموقف ولا أعطاني هذا الكلام ولا أقدرني أدخل هذا المكان. لو كان نظر من غير عين الصفح والعفو والرحمة إلى واحد من ذنوبي لما قدرت على هذا ولما وصلت إلى هنا. لكنه الله يا أحبابنا، الله يا أخواننا، الله يا أصحابنا، الله يا طلابنا، الله يا من يسمعنا، الله يا من يجلس معنا، الله 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 الله. يا فوزنا بالله، يا سعدنا بالله، يا الله رحمتك الواسعة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا سألنا ولا دعونا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الولاة قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. فثبتنا يا مثبت وانظر إلينا يا أكرم ناظر وأصلح لنا كل باطن وظاهر يا أرحم الراحمين.